السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة كليك توك. معكم مريم بركات. اليوم سوف أقدم لكم وصفة البسبوسة، البسبوسة الأصلية بدون بيض، تسمى أيضا بالنمورة يعني في ليبيا، وهي أيضا تشبه وصفة الحرشة يعني المغربية التي نحضرها في المغرب. هذا هو شكلها، شهية ولذيذة جدا، من أكثر الوصفات التي يعني تطلب مني يعني على القناة. وهناك عدة يعني وصفات للبسبوسة بعدة توليفات ونكهات. إليكم الوصفة الأولى للبسبوسة. سوف نحتاج فيها إلى 150 جرام من الدقيق يعني أو أقل على حسب الرغبة. سوف نحتاج إلى الدقيق، 30 جرام من الدقيق، ملعقتين كبيرتين من الدقيق، وعفوا سوف أضع لكم المقادير بالكوب يعني بالكوب أسفل الفيديو. هنا ياغورت أو الزبادي، 220 جرام من الياغورت يعني طبيعي بدون سكر. وسوف نحتاج إلى الزبدة يعني زبدة حيوانية، 200 جرام. وسوف نحتاج إلى السميد الناعم، سوف نحتاج إلى 400 جرام من السميد. وسوف نحتاج إلى الخميرة الكيميائية، 7 جرامات يعني كيس. وبالنسبة للتنسيم سوف أستخدم أنا الليمون أو الحامض، يمكنكم استخدام الفانيليا إذا على حسب يعني الرغبة. وبالنسبة للقطر أو الشربات أو يسمى أيضا يعني الشراب أو السيرو الذي سوف نسقي به البسبوسة، 300 ملل من الماء مع 200 جرام من السكر. سوف نضعه على النار إلى أن يغلي تقريبا 5 دقائق. بعد ذلك سوف أضيف له عصير نصف ليمون أو حامض، يغلي قليلا وأتركه جانبا وأحضر البسبوسة. يعني سهلة سريعة التحضير. أول شيء سوف أقوم بإذابة زبدة، 200 جرام من الزبدة. سوف أضع أول شيء السميد في إناء، وأول شيء سوف أصب عليه يعني الزبدة المذابة قبل أن أصب يعني أي شيء. بعد ذلك سوف أقوم على العمل على الزبدة والسميد فقط، من الأفضل يعني باليدين، بالطبع يعني اليدين نظيفتين، وأقوم يعني بتغليف السميد بالزبدة جيدا. بعد ذلك سوف أضيف يعني السكر يعني باقي المكونات. هذه المرحلة يعني أساسية يعني إضافة الزبدة إلى السميد. أول شيء بقية تشبه طريقة الحرشة يعني المغربية. أضفت الدقيق، الدقيق سوف يعني يعطي تماسك أفضل يعني للبسبوسة. سوف أضيف هنا القشور الحامض أو الليمون عفوا. هنا أضيف الياغورت أو الزبادي طبيعي بدون سكر، وسوف أقوم بالتحريك يعني أحاول أن لا أحرك يعني بشكل كبير الخليط يعني فقط حتى يعني يلتم على هذه الشاكلة. وسوف أحضر القالب الذي سوف أضع فيه البسبوسة. دهنته هنا بالزبدة، أستخدم يعني أي قالب دائري مربع يعني على حسب المتوفر يعني، والسمك على حسب الرغبة. إذا أردتم سمك يعني أعلى للبسبوسة استخدموا يعني قالب أصغر، إذا ما أردتم سمك أقل يعني قالب كبير. أبسطه على هذه الشاكلة ثم أمرر هكذا بالملعقة حتى يكون سطح مستوي. هي لن تنتفخ يعني بشكل كبير مثل البسبوسة يعني المغربية لأن ليس فيها يعني بيض. سوف أدخلها إلى المجمد، بعد ذلك سوف هنا أخرجتها من المجمد، وسوف أقوم بتقطيعها الى مربعات يعني في الثلاجة او المجمد. يعني المجمد اسرع، انا ادخلها فقط الى المجمد يعني ربع ساعة، اما في الثلاجة يعني اتركها ساعة يعني حتى يعني تتوالم يعني المكونات وتصبح ايضا يعني صلبة، استطيع يعني تقطيعها بكل سهولة. يعني واش السميد يعني يتشرب يعني جميع العناصر. هذه المرحلة ايضا مهمة جدا. لذلك سوف اضع هنا اللوز الذي قشرته. بعد ذلك سوف أدخلها للفرن مسخن على 180 درجة مدة يعني 20 دقيقة، ما بين 20-25 دقيقة يعني حتى تأخذ لون ذهبي جميل. بعد ذلك سوف أخرجها يعني تكون ساخنة وأسقيها يعني بالشراب، يعني لا بأس إذا كان بارد، مهم أن تكون هي ساخنة، يعني أحد العنصرين يكون ساخن والعنصر الآخر يعني يكون بارد. أسقيها بالشراب وأتركها تقريبا يعني 15 دقيقة إلى أن يتشرب الشراب جيدا، تتشرب يعني الشراب البسبوسة. بعد ذلك يعني أقوم بتقطيعها وأقدمها يعني بالهناء والشفاء. يعني دائما القطع الأولى تكون يعني صعبة في التقطيع، لكن القطع الأخرى يعني يسهل علينا تقطيعها.
هي تبقى صالحة يعني ل3 أيام أو أكثر، يعني هي يفضل أن تترك يعني 12 ساعة يعني قبل تذوقها، يعني تصبح رطبة وهشة يعني شهية جدا. أنصحكم بتجربتها. لا تنسوا يعني أن تزوروا موقع القناة هو www.clickup.com، سوف تجدون وصفات أخرى، وأن تضغطوا على زر لايك إذا أعجبتكم الوصفة، وعلى زر اشتراك لتتوصلوا دائما بجديد. أشكر متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.